عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد في قناة جيمر، القناة اللي كتوعدكم دائما بالجديد ألعاب إلكترونية والمستجدات ديالها. سمحوا لي على هذا التأخر اللي كان يعني خارج عن الإرادة ديالي، بحيث أنني كنت مشغول شوية بالفيسبوك أو الباج اللي تم كرياسيون ديالها أو تم انتاج ديالها من طرفي، وكانت يعني هي شويه شدت لي شويه الوقت، بحيث انني هملت شويه القناه ديالي جيمر. والان انا رجعت لكم بهذا الفيديو الجديد اللي سوف اقدم لكم يعني الالعاب التي تم تحميلها مؤخرا من طرف القناه او من طرفي. الألعاب سوف أقوم بالآن سردها لكم أو أقوم بتقديمها لكم أعزائي المشاهدين. لقد تم تحميل ديفيل ماي كراي الذي سوف أقوم بالبث ديالو وسوف أشارككم المسيرة ديالي فيه. فورزا هوريزون 3، فورزا لعبة السيارات الشهيرة فورزا، وكذلك وبعد طول انتظار جي تي اي 5 سوف اقوم بالبث ديالها، سوف احمل يعني بعض فيديوهات المسيره في وشارككم المسيره ديالي فيها. واللعبه العجيبه والخطيره وزعما واعره بزاف وهي هيل بليد. هي لعبه قديمه بعد الشيء، ولكن يعني ذات جرافيزم وذات يعني جوده عاليه جدا. صراحة بقى ما بديتهاش ومتشوق انني نبداها. وكذلك مافيا اللي تعرفوها، ماكس بين ديجا عرفتوه، ريزيدونت ديجا عرفتوها، ريزيدونت 7 كذلك سوف اقوم بالبداية ديالها، توم برايدر ذا شادو اوف توم برايدر يعني توقفت فيها الان، حاولت انني نزيد مع فورزا واستعملت سيارات فورزا، نزيد مع نيد فور سبيد شيف 2 تهي جميله جدا، تهي ذات سباقات خطيره جدا، وكذلك التنس وورد تور يعني اخر اصدار التنس او لعبه المضرب لولونغاروس يكون فيها اشهر اللاعبين واشهر اللاعبين ديال التنس بما فيهم نادال وفيدرير والى ذلك من اللاعبين. هناك كذلك ايفيل ويدين اللعبه الشهيره او الجزء الثاني من ايفيل ويدين 2، وكذلك لعبه وورد وور زد. هي لعبه جميله جدا فيها يعني احداث جميله وهي مستوحاه من فيلم وورد وور زد ديال الممثل الشهير براد بيت، عن غني عن التعريف. انت هي كذلك سوف اشارككم يعني المسيره ديالي فيها، بحيث سوف احمل بعض الفيديوهات يعني من خلال اللعب ديالي فيها. الى هذا الحين اعزائي المشاهدين وصلت الى نهايه هذا الفيديو، سمحوا لي تعطلت شويه لنهايه هذا الفيديو. ان شاء الله باذن الله سوف اقوم بتحميل يعني الفيديوهات بشكل منتظم، وسوف اقوم يعني بالعمل يعني تحديدات لجميع هذه الالعاب، وسوف اشارككم اكيد اعزائي المشاهدين، واتمنى منكم يعني المسانده ديالي والمسانده القناه في يعني في انها تشتهر وانها يعني تعم الفائده وتكون اكيد ومؤكد. يعني كنتمنى انكم تخليوا لي كومونتير يعني بحيث انكم تخليوا لي يعني اي شيء يعني اللي ما شي حاجه ما عجبتكمش ولا شي حاجه ما بغيتوا تشوفوها ولا لعبه بغيتوا تعرفوها ولا اي مساعده في مجال الالعاب الالكترونيه ومجال الحاسوب، انا راه الاشاره اعزائي المشاهدين وانا مستعد لاي يعني لاي تساؤل كطرحوه نتوما. كنشكركم بزاف على المتابعه، والقاكم ان شاء الله في الفيديو القادم قريبا كامين سان على قناه ذا جيمر. أعزائي المشاهدين في رعاية الله، وحظ موفق في المسيرة ديالكم العملية والحياة ديالكم إن شاء الله.